الاستاذ طارق عزت الكاتب الصحفي المهتم بشؤون التعليم. استاذ طارق مساء الخير. مساء الخير يا استاذ هاني. يا اهلا بحضرتك. ازي حضرتك واهلا بضيوفك طبعا شيخ المعلمين. وانت لست بغريب عن الطريق الثالث طبعا يعني. لا طبعا ده لا لينا باع مع الطريق الثالث وهو صاحب السبق دايما وشيء بشيء بيذكر طبعا. بس اسلم على الاستاذ محمد عبد الله شيخ المعلمين طبعا. اهلا طارق بيه. اهلا استاذ جدو علام طبعا بالصديق العزيز المؤدب الدؤوب يعني. مساء الخير يا طارق بيه. الله يخليك. ربنا يخليك. الطريق الثالث طبعا يا استاذ هاني هو اول حاجه بس اسجل فيتو بس للاستاذ محمد عبد الله ما تديناش حاجه نتكلم فيها. قعدته يعني. دي قعدته لسه كنت اقول لك. يعني قعدته ما تديناش حاجه نتكلم فيها. لكن انا هتكلم في موضوع صغيره بس بعد اذنك وهي التمييز يا جيزه ان الطريق الثالث كان ليه سبب وهاني الدباني والاستاذ محمد عبد الله في برنامجه وفي الطريق الثالث برضه ان امتياز يا جيزه كان اول ناس ثلاثي وكان معانا الزميل محمود علوان صحيح اشادوا بامتياز يا جيزه وكانت فكره جميله جدا من خارج حجازي وكيل وزاره التربيه والتعليم الجيزه كانت خارج الصندوق وطبعا ما لها وما عليها ان يجي امتياز يا جيزه الجديده فعلا فكره في حبك مصر فكره جميله خارج الصندوق اعتقد ان هي اول مره تطبق على مستوى الوزارات التعليميه على مستوى مصر. الجيزه محظوظه فعلا بالفكره ديت فيها جميع الانشطه بتقام معلم رياضه فيها يعني شامله كامله فعلا وانشطه ثقافيه وانشطه علميه ومسابقات كل الانشطه يا استاذ هاني متواجده في انا عايز اسالك سؤال شخصي يا استاذ طارق. اتفضل. انت وانت صغير كانت ايه اكتر حصه بتحبها؟ كانت الرياضه. التربيه الرياضيه صح؟ لعبنا فيها دي لعبنا كوره ودخلنا كده النادي ودخلنا منتخب مصر ولعبنا كوره في الناشئين ولعبنا في الترسانه بالظبط. الانشطه الرياضيه من نتاج المدرسه صحيح فده يطبق في الجيزه كويس جدا يتعمل في جميع الانشطه هنكتشف مواهب عندنا في محافظه الجيزه بجميع الفنون والمهارات والرياضه بانواعها. الاستاذ محمد عبد الله اثار نقطه يعني وهو ده ايما بيصير نقط دفاع ودفوع عن المعلمين وهم الاساس طبعا. المجموعات وفلوسهم وما خدوهاش وطبعا دي مشكله قائمه لغايه اللحظه بنتكلم فيها بس كنت اتمنى حاجه في الجيزه الجديده زي ما هي ماشيه في خط متوازي وكل الناس بتسقف لها ونتمنى النجاح كانت تمشي في خط متوازي برضه في المدارس المتهالكه اللي لسه الصيانه اللي انت اتكلمت عليها برضه ان لسه الكهرباء ما تجيش انا لسه متكلمين في الجزئيه دي مع الدكتور بدوي علام حالا تمام وما زالت قائمه لغايه دلوقتي. هديك مثل بسيط جدا يا استاذ هاني بعد اذنك يعني احنا عندنا مدرسه مش هنقول اسم المدرسه مدرسه في الهرم هل يعقل ان انت تجيب جهاز العروسه قبل ما تفرش الشقه؟ لا يعني تفرش الشقه قبل تجيب الجهاز قبل الشقه؟ لا طبعا. عندك مدرسه في احدى الادارات في الجيزه تمام هيئه الابنيه التعليميه امدتها بجهاز فرش عروسه ما تتخيله اعلى ماركات من ثلاجه بوتاجاز لكل ما تتخيله تمام. طب ايه المشكله؟ مفيش مشكله. هيئه الابنيه امدتها المدرسه ديت. طب يا هيئه الابنيه التعليميه انت تتبع وزاره التربيه والتعليم ولا تتبع جهه ثانيه؟ طب المدرسه دي لسه فيها صرف صحي مخلصي. المدرسه دي اسمها هدره الاهرام في اداره الهرم التعليميه. ليه الصرف الصحي المخلصي؟ ليه البواطات الكهرباء مش موجوده؟ ليه الفتره المسائيه؟ الديسكات انت سامع الدكتور بدر علام بيقول دلوقتي في ديسكات 10,000 و11,000 و15,000 لسه بس مش باينين يا ست المستشار في الجيزه ولا في برنيه او يمكن على حسب معلوماتي المؤكده من بعض المصادر الخاصه ان مديري الادارات بيطلعوا واحد ديسكات 1200 طلع 600 والباقي حطه تحت العجز وزياده عشان يطلع حد يعني متميزه يا جيزه يا استاذ خالد يا حجازي يا ريت تمشي متوازي مع زي المشاركه المجتمعيه الاستاذ بدوي علام قال المشاركه المجتمعيه ساهمت رساله واضحه من الكاتب الصحفي الاستاذ طارق عزت. شكرا استاذ هاني. انا بشكرك شكرا جزيلا ورسالتك اكيد وصلت حالا دلوقتي للاستاذ خالد حجازي.